خلينا نروح لزميلنا احمد عويس من ملعب المباراه، ملعب مباراه الجزائر وقطر، ويقول لنا الاجواء ونشوف الاجواء الجماهيريه. بقى لنا كتير ما شفناش الاجواء الجماهيريه. يا عويس، اولا هارد لك النهارده هزيمه منتخبنا الوطني بهدف مقابل لا شيء. الاول احكي لنا اجواء مباراه الجزائر، منتخب الجزائر ومنتخب قطر. انا عارف، انا لسه عارف ان الهدف دلوقتي لسه داخل حالا. هو هنا لما بعد ما كل فرقه بتجيب جول فبيذيعوا اغنيه لبلد، فبيذيعوا اغنيه جزائريه دلوقتي بعد هدف الجزائر الاول. انا بس خرجت بره الملعب طبعا عشان صوت الجماهير عالي جدا مش هتسمعني، ولكن الاجواء الجماهيريه رائعه في زي كل مباريات البطوله. جماهير الجزائريه كتيره وجماهير القطريه كتيره، ومباراه في ملعب الصمامه مباراه صعبه جدا على الفريقين، بس المنتخب الجزائري من بدايه المباراه وهو مسيطر. الحقيقه واضح ان المنتخب القطري مجهد جدا وقوة المنتخب الجزائري أقوى منه بكتير. والحقيقة أنا وجهة نظري نهائي البطولة كان بين المغرب والجزائر، يعني المباراة اللي كانت في دور الثمانية كانت هي نهائي البطولة، وأعتقد زي ما أنت قلت إنه المنتخب الجزائري الأقرب، لأنه الحقيقة منتخب تونس لم يقدم ما يشفع له إنه يحقق اللقب. المنتخب الجزائري حتى الآن أحد أفضل المنتخبات في البطولة وماشي كويس وعامل نتائج رائعة جدا في البطولة ومقدم مباريات رائعه. طبعا اخطائنا زي ما انت قلت يا كابتن اسلام، اخطاء الحقيقه اخطاء كارثيه. انا سامعك وانت بتقول اخطاء التشكيل، الحقيقه اخطاء مرعبه جدا من كيروش حتى في التغييرات. كلنا زي ما انت قلت يعني دلوقتي هينزل احمد رفعت ويدخل محمد شريف راس حربه ويعدل مصطفى، يعني كل شويه نقول نفس الكلام ما بيحصلش الحقيقه. على فكره مش انا وانت بس، ده مصر كلها بتقول نفس الكلام، يعني موضوع بسيط. طب هو قال ايه؟ قال ايه يا عويس؟ هو كلامه كله بعد المباراه كان كلامه على التحكيم، لم يتحدث الا على التحكيم، ما قالش اي حاجه خالص، حتى سالناه على التغييرات في المؤتمر رفض الاجابه واتكلم على التحكيم بس، وقال ان الحكم اضر بفرقته واضر بالمباراه وكان سبب في تغيير النتيجه. والحقيقه الحكم فعلا كان سيء وكان متحامل على منتخب مصر، ولكن ما غيرش هتيجي المباراه. لسه كنت هقول لك، انا معاك ان الحكم كان متحامل وكذا وكذا وكذا، ولكن في النهايه ما تزعلش مني، هو ما عملش حاجه تخليك ان او تغير سير المباراه، ممكن من الناحيه النفسيه شويه. ضربه الجزاء الوهميه اللي حسبها الفار لغاها يعني بالظبط، ما فيش. والحقيقه الانذارات مستحقه هنا وهنا. كان في بعض بقى ايه زي ما بيقولوا انت لعيب كوره وعارف كابتن اسلام، التحجيم محجم لعيبه مصر شويه وسايب الموضوع لعيبه تونس، يعني اي التحام لصالح تونس بيتحسب، اي التحام لصالح مصر ما بيتحسبش. مظبوط. يعني في كوره لمصطفى فتحي على 18 تقريبا فاول نفس اللي جه منه جول منتخب تونس ما حسبوش. طبعا سوء حظ بالغ لعمرو السوليه ومصطفى فتحي في الفرصه اللي ردت فاول بجول. الحقيقه يعني عندنا مكتسبات، عندنا اخطاء، الحقيقه لازم الفريق يعتمد يعترف بانه كان في اخطاء. كيروش مصمم على حاجات معينه يجب مناقشته فيها، الحقيقه لازم يتناقش في تغييراته ويتناقش في لعيبته. بقى الحته اللي قدام دي مش هي اللي هتلعب، بس الحقيقه منتخب مصر ما ينفعش يوصل لسيمي فاينل وما يحققش اللقب. انا معاك في هذا الكلام.